أهلا بلقائكم. انطلقت منافسات بطولة سمو الأمير الدولية السنوية السادسة للرماية بحضور قوي لرماتنا متصدرين المشهد بثلاث ذهبيات وفضية وبرونزية في مختلف مسابقات رماية. المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. ثلاث ذهبيات وفضية وبرونزية هي البداية للرماية الكويتية، فالتألق والإبداع عنوان لرماتنا مع أول طلقة في هذه البطولة الدولية السادسة والتي تحمل اسم سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح حفظه الله ورعاه. رماة التراب ما شاء الله تبارك الرحمن عندنا الحين تقريبا متصدرين في رماية التراب، وإن شاء الله عندنا بطولة الدبل تراب بعد باكر وبطولة السكيت إن شاء الله جاهزين. فرق قوية، فرق الكويتية طبعا مرشحة، حظوظنا إن شاء الله قوية وإن شاء الله نبشر بالخير إن شاء الله. نحن جايين خمسة على هالبطولة وكلنا عندنا حلم نرجع نحقق هذا اللقب اللي حققناه سنة 2013 بواسطتي أنا، وبتمنى التوفيق للعبة الرماية عربيا ومن خلالها نوصل لأحلى مراكز بالعالم. إلى جانب أحداث هذه البطولة وتزامنا مع هذا الحدث الكبير، أقيمت أيضا الجمعية العمومية للاتحاد العربي للرماية والذي اعتمد بالإجماع تزكية المهندس دعيج العتيبي رئيسا للاتحاد لأربع سنوات مقبلة، إلى جانب اعتماد جملة من البطولات العربية المقبلة. تم اعتماد التقرير الإداري والمالي وتم عمل انتخابات لمجلس إدارة الجديد، ولله الحمد كان يعني في شبه توافق بين الأشقاء العرب، وإحنا نشكرهم على ثقتهم الكبيرة في بلدنا الكويت وفي إخوانهم في اتحاد الرماية الكويتي. تم خلال جمعية عمومية مناقشة العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ولعل أبرزها كان مناقشة النظام الأساسي واعتماده، وأيضا مناقشة البطولات القادمة واعتمادها لسنوات 2017-2018. إذن رزنامة غنية بالمنافسات والمشاركة الكبيرة للرماة على مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية، فدائما رماتنا على الموعد بخطف الألقاب. رائد الشمري لتلفزيون دولة الكويت.